اليوم، ولكن راح نروح لموسم الرياض وفعالياته التي أثارت إعجاب الكثير وحققت أيضا نجاحات مثيرة للاهتمام خلال الأسابيع الماضية. اخترنا لكم هذا التقرير من فعالية ليالي المحروسة، نتابع. من قلب الرياض وتحديدا البوليفارد في موسم العاصمة الخيالي اللي عنوانه تخيل. هم يقولون لنا تخيل في كل شيء، يقولون لنا تخيل، حتى في أغنية الموسم قالوا لنا تخيل. حتى اللي تخيلناه ما توقعنا الشيء هذا. يعني لما أكون أطلع من بيتي أجي أرفع عن نفسي هنا أنسى هم أني ممكن والله أشيل هم، أقول أبي أسافر، أبي أسوي، أبي أرفع عن نفسي. الحمد لله كل شيء صاير عندي. تخيلنا وخيالنا هالمرة كان بعيد وحملنا حالنا على المحروسة في لياليها اللي ما هي أي ليالي. ليالي المحروسة هو مكان احنا ابتكرناه بيحيي جميع الليالي زي مصر بالظبط. جبناه في موسم الرياض علشان نعيش جو يعني أهل السعودية يعيشوا جو ليالي المحروسة في السهر. أهلا وسهلا، نورتونا في موسم الرياض في ليالي المحروسة. أجواء مصر وريحة مصر وأكل مصر وناس مصر كانوا متواجدين بقلب العاصمة وسحروا زوار المكان وعشنا معهم ليلة يا حلوة هم الليلة. أنا الآن قاعد أعيش جو مصر، أنا الآن في مصر، فما أحتاج أني أروح عشان أعيش الأجواء هذه، لا، الأجواء هذه هي اللي جتني. خلاص الأماكن هذه كلها صارت عندك جنب بيتك، في أي وقت تطلع تروح لها بعد الدوام، ما تحتاج إجازة. هذه أشياء كثير لها قيمة، لها معنى، يعني انها صارت كلها قريبة مني، ما يحتاج تسافر لها، ما يحتاج تنضغط عشانها. هذا اكثر شيء عاجبني صراحة. الفن والطرب الاصيل كان لحضور المميز بليالي المحروسة اللي اضفت للمكان وللزوار جو ثاني، اجتمعت فيه المتعة البصرية والسمعية، وصدق من سماها ليالي المحروسة. بعد الساعة 11 يومين عندنا طرب، كل يوم اثنين من كل اسبوع عندنا مطرب مشهور، بنحاول نوصل للشعب السعودي الاجواء المصريه في السهر بتاعها، وبنكمل موسم الرياض. المواطن السعودي يطلع بلاد الخليج، بلاد العربيه، اوروبا، يبحثوا عن الترفيه، الحين كل شيء عندنا والله يقويك ان شاء الله يا تركي آل الشيخ. مضطر اول رقم واحد انك انت ترتب جدولك خلال السنه علشان انت تسافر، توقف اعمالك وشغلك، تحدد الدوله المناسبه تكون قريبه بعيده، تختار الجو المناسب المكان اللي تسافر فيه. تحضيرات تتطلب كنت توصل لشهرين عشان تاخذ تسافر لمدة أسبوع، وفي الأخير كلها 3-4 أيام انت راح تقضيها. متعة 3-4 أيام تفقدها في العناء العودة. الآن الحمد لله احنا اليوم، يعني بأبسط مثال، أنا في يومي هذا ما كنت مخطط أن أجي رياض بوليفارد، لكن خلال نص ساعة قررت أني أوصل وأجي بكل سهولة، قدرت أشتري تكت وأوصل وأقضي يومي كامل هنا. المطبخ المصري بعادته منوع وكل ما فيه شهي، ومن اللي فينا لما نحكي عن الأكل المصري ما يتخيل الكشري، طريقة تقديمه الرائعة، أو الفروج والحمام المحشي، ورق العنب اللي يتقدم مع الزبادي، والمشاوي المصرية اللي تتميز بنكهتها الغريبة واللذيذة. إحنا مطعم مصري بنقدم كل ما هو موجود في البيت المصري. ليالي المحروسة من تدخلها ما تحس انك بالرياض ابد، بس يا ليت توقف خيالك شوي لانك فعلا ما طلعت من الرياض. اشكر المستشار تركي آل الشيخ على التغيير اللي حصل من ناحيه الترفيه. ترى هذه بدايه، باقي ما وصلنا طموحنا اللي نتكلم عنه، الوعد قدام ان شاء الله. ومن تقرير موسم الرياض